دكتور فرات، يعني بهذه الأثناء الحكومة دا تعمل أيضا على مسألة الربط مع دول الجوار، لديها خطوات بهذا المجال، ومن المفترض أن يعني يبلغ مجموع يعني الطاقة المتوقعة لدخولها للعراق 3000 ميجاوات. معلومات أكثر حول عمليات الربط ولماذا تأخرت يعني لحد الآن وإلى أين وصلت؟ نعم، بالنسبة لعمليات الربط، أول عملية الآن هي موجودة حقيقة مع الأردن، الآن بدأت 50 ميجا واط، وسوف تكون خلال نهاية هذا العام تصل إلى 100 أو 150 ميجا واط، خلال السنة القادمة ممكن تصل إلى 400 ميجا واط. هذه حقيقة الآن الكمية هذه بسيطة غطت قضاء هيت اللي يعاني من انقطاعات كبيره بالطاقه الكهربائيه. هذا جانب. جانب الان بالنسبه للربط الكهربائي مع الكويت، 300 كيلو متر من الكويت الى البصره، من محطه الزور الى البصره، هذه حقيقه تم الشغل العمل الفني قد وصل الى نهايته. بقى فقط الاتفاق على التسعيره الرسميه لبدء الربط الكهربائي. ايضا هناك ربط كهربائي مع تركيا، قد يعني واقف الان في مشكله ايضا حول التسعيره. بالنسبه للسعوديه الان، المملكه العربيه السعوديه هناك بحدود 100 الى 1000 ميجاوات، هذه حقيقه لحد الان ما زالت في طور الإنشاءات الابتدائية الأولية. مثل ما تفضلت حضرتك، مجموع هذه الربط الكهربائي سوف لن يتعدى حقيقة في أحسن حالاته 3000 ميجا واط. طبعا هذه هي لا تشكل يعني فارق كبير بالنسبة لزيادة الحاجة السنوية لكمية الكهرباء، ولكن يعني سبب اللي وضحته وزارة الكهرباء أن من فوائد الربط هو عمل استقرارية وموثوقية للطاقة.